ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. يا أيها السامعون الكرام، قد جمعنا ها هنا للذكر والفكر، وأريد أن أقوم بخطبة على أهمية العلم والعلماء. يا أيها السامعون الكرام، قبل أن أتكلم وأتحدث وألقي ضوءا على تعريف العلم وأهميته وأشرفيته، علينا أن نصلي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اقتداء بقوله تعالى عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال أحد من الشعراء في باب العلم، فلعل يوما إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذلك المجلس. وقال الآخر، رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفني عن قريب وإن العلم باق لا زوال. يا أيها السامعون الكرام، اعلموا أن العلم من نعم الله تعالى عز وجل، ما شاء الله، التي أنعم الله بها علينا، فهو الخير والبركة والرفعة والهداية. فمدحه الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعلى لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ما شاء الله، كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ما شاء الله. وأيضا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اطلب العلم ولو بالسين. يا أيها المستمعون الكرام، بل أمر الله نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يطلب الاستزادة منه، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قل ربي زدني علما. وافتتح الله تبارك وتعالى كتابه الكريم وجعله أول ما نزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو في ذلك سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يا أيها المستمعون الكرام، علم بهذا أن العلم الذي يخرج الناس من ظلمات الجهل والضلالة إلى نور العلم والهداية. قال أحد من الشعراء في باب العلم، العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يفني بيوت العز والكرم. يا أيها السامعون الكرام، اختلف العلماء بمراد العلم الذي فرض على كل مسلم ومسلمة،